حملة تشجير بالمناطق اللي تم القصف منها، المناطق الجبلية وأطراف الطرقات. الحمد لله رب العالمين، الحملة لاقت تجاوب. نحن اليوم بالدفعة الثانية من التشجير، وصل العدد للخمسة آلاف وإن شاء الله مستمرين. الدفعة الثالثة راح تكون بمناطق عفرين المديني، بجبل المحمودية وجبل الزيدي إن شاء الله. لبينا هذا النداء وشاركنا أخذنا في إعادة تشجير هاي المنطقة مشان إعادة الخضار للطبيعة ولمناطق عفرين بشكل عام.